أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. شاهدوا هذا الرسم الجميل والنحت على هذا الزجاج بشكل مميز للغاية. لنشاهد هذا المزارع وكيف يقوم بتسوية هذا الزرع وتقطيعه لعمل جدار زراعي جميل. يمكنكم أن تشاهدوا هنا هذا الثقب في المياه، إنها دوامة قوية. ما رأيكم هنا بعملية تعقيص هذا العجين؟ أمر رائع للغاية مشاهدة عملية طلاء هذه السفينة كيف تتم. لنشاهد هنا هذه الشيف وكيف تقوم بوضع البيض حتى تقوم بعمل هذا الخبز الرقيق. هكذا يتم استخراج الألوفيرا بطريقة إبداعية. هكذا يتم وضع طبقات على البيض لتغليفه. طريقة عمل غزل البنات هذه مثيرة حقا، لنتابع كيف يقوم هذا الرجل بعملها بشكل إبداعي. دق المسامير في هذه القضبان الحديدية أمر سهل بالنسبة لهؤلاء العاملين. لنتابع لف الأسلاك المعدنية على أسلاك الكهرباء كيف تتم. لنشاهد كيف يستمتع هذا العامل بتقطيع هذا الجذع من الشجرة. عملية زراعة الأرز يجب أن تكون بهذا الشكل، ما رأيكم بهذا العمل المميز؟ لنتابع عملية تسوية هذه العجينة لخبزها بهذا الفرن كما ترون أمامكم. طريقة مثالية للف البراغي بسرعة وسلاسة. لنتابع هذا الشيف وكيف يقوم بتقطيع الخيار. يمكنكم أن تشاهدوا هنا عملية الهدم هذه وكيف ستتم. لنتابع عملية تعدين هذه القطعة الحديدية لتصبح ملائمة لهذه الزوايا. نشاهد هنا عملية حلاقة الصوف الخاص بالخراف. ولنتابع أيضا بعض الأعمال المميزة والرائعة للعمال المبدعين.
هنا عجينة ملونة يتم تعقيصها وبعد ذلك وضعها على هذا الصفيح الساخن لعمل هذه الشرائح. لنتابع كيف يتم تمشيط هذا الشعر الاصطناعي. والآن نترككم مع بعض الحرف المميزة والرائعة لأشخاص مبدعين للغاية. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد ومميز لدينا. لنتابع صعود هذا الرجل هنا حتى يقوم بتقطيع الشجرة من الأعلى، وهذا يبدو أمرا سهلا عليه. هذا الرجل هنا يقدم عرضا رائعا بسكب شراب العرقسوس. هذا الحطاب هنا يقوم بتسوية هذه الشجرة وقصها ليسقطها بطريقة سهلة للغاية. لنتابع كيف يعمل على إنزال هذه الأشجار. لنتابع عملية قص بعض القطع من هذا العجل المطاطي. ولنتابع أيضا بعض الأعمال المميزة والإبداعية. هكذا يتم تعبئة الكلينكس أو المحارم بهذه الكراتين كما تشاهدون. تابعوا هذا العامل وكيف يقطع هذا العجين للسباغيتي بشكل مميز. كمية هائلة من العمال يقومون برفع هذا القضيب المعدني الخاص بالقطار. لنتابع عملية نقله كيف تتم. ما رأيكم بآلة الحصاد البدائية هذه وكم تبدو رائعة؟ لنشاهد تقطيع هذا العجين إلى سباغيتي بشكل مميز للغاية. تابعوا سرعة تغليف البرجر في هذا المطعم. ما رأيكم هنا بتقطيع لحم التونة بشكل إبداعي؟ صب هذه الألوان في هذه الكؤوس أمر رائع وغريب حقا. شاهدوا كيف تتلون المياه. ولنتابع أيضا العمال المبدعين كيف يقومون بعملهم بشكل رائع. لنشاهد هذه السيدة وكيف تقوم بلف هذه البيل وتغليفها كما ترون. لنتابع أيضا بعض الأعمال المميزة والإبداعية. ولنشاهد أيضا بعض الأعمال الإبداعية والمميزة لأشخاص مبدعين.